وينك ولي حيوانة؟ تعي ساعديني بتطلعي اغراض الفتوش، ونادي للحيوانة اختك تجي تساعدنا، عنا كومايات شغل اليوم، بدنا نوزع سكبات لكل افراد البناية. لك نادي لها للمغضوبة اختك تجي توقف على طنجرة هالبامية. لك انا يا دوب نيقلي الكبة والسمبوسك والبرك، ودقي له للمغضوب اخوكي اللي له اوعه ثم اوعه ينسى المعروك والتمر الهندي والسوس، ودقي لابوكي ذكري لي اياه بورباط القشطه وزنود السدها اوعي ينساهم. لا تتذمري وليها، خلصي الفتوشات وشقي لي على طنجره الكوارع والكرشي على النار، انا مقلوعه، ودي هذا الصحن لفوزيه وارجع، ويطعمكم الله انت واختك، ارجع وما لاقي كل شيء قلت عليه بالحرف الواحد صاير، ودوبي لي السمنه مع السنوبر مشان طشه فوق التسقيه، ابوكي عم يتوحى مع التسقيه يا بعدي، يلا ما بطول انا. قومي يا بنيتي قومي، جيبي المواعين حطيهم هنا، هسه جاي عمج ومرت عمج لعنا يفطرون اليوم، نريد نصالحهم، هذا شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر صلة الأقارب، أنا ساويت لهم دغلمة وكبة التمن، قومي أنتي جهزي الطرشي وعرق السوس والفيميتو، واتصلي عبوش خلي يجيب الزلابية والمشكل من عند بو علي ترى يعملها كل الزينة، ولا ينسى الحلاوة الدهنية أنا أحبها هواية، قومي. انطيني دقيقة واحدة يمه. يلا قومي قومي، الجالسة تسوين بسرعة، نبي نطبخ الكبسة والجريش والقرصان، وكمان نادي ذيك أختي تقولها تنقلع تروح تقطع الخضار، وكمان نادي أبوك قولي له يجيب لنا الدجاج والرز، كيف رح نطبخ السليق؟ بقى بس ساعة ورح يذن الأذان وإحنا للحين مو مسوين شي، يلا بسرعة قومي. من الصبح وانت تسوين في الجيمات واخر شيء كلها حركتيها، اقول اطلعي اطلعي انا الحين بسويها لحالي، ولا تنسي تسوين زي ما قلت لك، لا تنقصي ولا حرف. هيا نوفي اخلي البوريك، وما تنسيش تنشفيه من الزيت، راهي الميدة ما تحلاش غير بالبوريك، وراهي الشربة راهي طابت بقى غير اللوح لها المعدنوس، ويلك يا طنج الحلو تاكلي صباعك من وراه، وشوفي شوفي المطلوعين تاعي مطلوعين تاعي دايما قطن، وما تنسيش تفكريني نكلمو باباك يشينا القطايف وقلب اللوز، انا لازمني قلب اللوز، وما تنسيش تفكريني باش نطيبو المسفوف للسحور، هيا هيا نوضي. يا معودة قومي قطع السلطة، جايين جدك وجدتك اليوم يفطروا عنا، أبيك تلبسي دشتاجتك الجديدة قدامهم، جدتك تبي تفطر الهريس وجدك يبي يفطر البلاليط والثريد، يا معودة لا تنسيني تولعين البخور بزاوية السفرة، ترى جدك يا عشق بخور العود، والدك يبي يفطر السمك المقلي والبرياني، طلعي السمك المقلي وخابري والدك لا ينسى الحلويات، أبي الساكو والبسيس، يا معودة وش قاعدين تسوين هسه؟ قومي ساوي اللي قلتلك عليه وحطي القهوة المرة على النار، نبي نشرب مع العيلة. أوف يا مايا. بتعملي ايه يا بيت؟ ما تيجي هنا، انت سمعاني ولا مش سمعاني؟ ما تيجي تقمري الانارب وتشون فوق طنجرتي الملوخيه، باباك عايز يفطر ملوخيه بالانارب النهارده يا حبيبتي. حاضر يا امي انا جيت اهو. خدي بالك من البط المشوي يا ولية، ده البط غالي يومين دول، كيلو البط الواحد ب35 جنيه، حركيه كويس وخدي بالك منه، اخوك عاوز يفطر كشري، انا اعمل ايه بنفسي؟ الحق على طلبات كل ما بتخلصش ازاي بقى؟ كلمي باباك خليه يجيب معاه البلح وما ينساش البسبوسه ورموش السد، انا نفسي بتهف عليهم قوي، استعجليه ما يتاخرش. يا ولية بكلم مين؟ بكلم نفسي انا ولا ايه؟